نطلب من عندهم يعني شوية ينظروا لنا نظرة ما نقول يكتبوا غيرنا، وإنما شوية يحسنون من وضعنا الحالي وبالتدريج إن شاء الله تمشي حياتنا. الوضع الأمني شلون هنا؟ الوضع الأمني حيل زين، نشكر قواتنا الأمنية، نشكر الاتحادية وحرسينا موجودين هنا محافظين على الأمن والحمد لله. وبس يعني كل ما نطلبه من يعني المسؤولين على المناطق بس يجيبون لنا شوية خدمات، يعني شارع هذي النفايات شيلوها، المي ورفقوا الكهرب، هذه كل ما نقول نشكركم ونشكر لا بلدية واصلة لا كهرباء يجون، أهم شيء أهل المي، أهل المي أهم شيء يجون المي، إذا يصير بالمنطقة موجود الحياة ترجع على الأقل ترجع. التنظيف أهل البلدية ينظفون، هاي سيارات انكسر بالأفرع خلي يفوتون يشوفوها، الحفر اللي الشوارع تجد لك فرع تفوت به ما تلقي فرع عدل، كلها حفر وكلها تراب هلعلة. ما حد جاء زاركم؟ ما حد جاء، جو على الشارع العام هناك وراحوا. إيش أنت إذا أحد شافهم بعد؟ زين وين المي؟ قالوا عيشتغلون بيه المي ويجيكم قبل العيد. وين المي؟ شلون نعمر بيوتنا؟ عن نشتري مي كل كم يوم نشترينا برميل ترسى بخمسة وبعشرة ما تطول ليومين. كيف صار من حرارة المنطقة؟ عشان نرجع يقول لك تعال ارجع حتى على منطقتك وش اسمه غير يصير بيها بيها خدمات حتى ترجع انت. يا اخي احنا نريد هذا صوتنا، توصلونه للمسؤولين، توصلونه للمحافظة، توصلونه للبلدية اللي اهل اصحاب القرار الشأن هم اللي جون يشوفون، خلي يسوون لهم زيارة ويشوفون هذا الحكي يبدقهم على العالم، يشوفون هذه الناس تعبانة تحق عليها والله تعبانين. احنا لمنطقة 17 تموز نشكر نضيف الخدمات، يعني الماي لحد الان ما وصلنا، البلدية كلش جت حملة وحدة علينا، بس جمعوا الوسخ ولحد الان ما حد جا شالوا، جمعوه كله ورجع، والترابات دمرتنا الامار يعني بشكل ويعني خدمات كلش قليلة، نشكر من ضعف الخدمات احنا وما نريد هالشيء. العالم على اساس ترجع ورا العيد، خدمات ما عاد تصلنا، مسؤولين قليل عيدون ابد ما جو مسؤولين، كل المناطق يصلون مسؤولين، هنا ابد ما جت المسؤولين. وما نريد غير شيء، احنا بس نريد الخدمات. يعني ماي ابد ما جاكم هنا؟ ماي نهائيا ما جاء، الكهرب جاء نص ساعه وطفى. والماي نهائيا يوميا نقول لهم بعد شهر بعد اسبوع هاي يوميا نقول لهم. نحن نهاري 17 تموز، من تحررنا خلف عليكم حررتونا، لا اكو بلديه، لا اكو ماي، لا اكو كهرب. يعني مقطوعين عن الخارج جوا الصحراء هنا، يعني حالنا حال العالم نريد نعيش، يعني احنا مواطنين محتاجين هاي الامور كلها. ليش يعني ماكو حكومه تجي؟ كيف صار لكم الحرارته؟ والله صار لنا 3 اشهر ما حد جا زاركم؟ ما حد زار، حتى مساعدات ما تجي هنا قليل، كلها بالايسر. يعني منطقه 17 تموز وهاي ايش صار لنا هنا؟ لا كهرباء، لا ماي، لا يعني الوساخه البلديه، يعني الاوضاع يعني هم تعبانة حيل. لو بس يعني شوية ها يجون العالم الماي الكهرباء حتى العالم شوية ترجع من ذاك الجانب، هم الله يعينه إيجارات وما إيجارات، يجون يرجعون ولا العالم، بس ورا الخدمات ما عاد ترجع. يعني خدمات ماكو نهائيا بين المنطقة، يعني يجون شوية تنظيفات هاي بس ماكو أهم شيء يعني الكهرباء والماي، العالم تريد كهرباء ماي حتى ترجع على أهلها على بيوتها على كذا. فنطالب من هالناس الخيرين، الدولة، الحكومة المحلية شوية تراعي العالم، مش يرفع عندك هام هاي المنطقة. وهم إذا كو شغلات تعويضات والله سيارتي اشتعلت، الله وكيل ما نطلع سيارتي اشتعلت، هم كيف اللاجة براد مال الموطة، والحمد لله قاعدين هنا وهنا والله على ما الله يفرج علينا. ما حد جازاركم يوم من الأيام هنا؟ والله ما حد. أي مسؤول ما جاكم؟ ما شفت أبد 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 ما شفت ولا واحد، ما نطلع ما شفت. وعاد احنا نوصل صوتكم بهالقناة الشريفة الموصلية، وظل بقى الامر للدولة. وين الدولة وين العالم؟ ما حررونا، يلا اذا خيجون يقفونا، خيجون يشيلون لا ماي لا كهرب لا الوسخ ولا كل شيء. زين هاي الانقاذ البلدية ما جتكم؟ ما حد جانا ولا حد قال انتم منو؟ نحن عايشينها من عندنا، هذول الاطفال كلها عايشينوها. هاي منطقة 17 تموز؟ هاي 17 تموز الا هذه. قرب ايش؟ جامع الصفو. يعني جامع الصفو؟ جامع الصفو. شو طالبين هسه حجي؟ هسه طالبة يجون لنا هذول اهل البلدية، يجون يعانونا بالكهرب بالماي. ليش هيك يعملون بينا؟ كل واحد يريد الكرسي اللي هو ما يصير هيك، هم يلعبون مرات وما يلعبون مشيات وخلوا الفقير ميت. سووا حتى يشوفون العضوات، يشوفون المجالس، يشوفوا المحافظ
خلي يشوف المحافظ الشعب العراقي شلون عانه وشلون تعب. يكفي والله المحافظ القاعد. نحن دنجي ونحن دنعملكم. اشو بس كذب خلي يجي عانيني انا احكي مع